بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن مع الحلقة 45 بعد 100 والألف، نتناول آية من سورة الحجر، وكنا قد وقفنا عند قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، عايزين نقولها لبعض ليل نهار، نوصي بها بعض. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يعني إيه؟ يعني في رب بيغفر. يعني إيه؟ يعني لازم تعترف بالذنب. يعني أنت ما بتصليش لازم تعترف إنها ذنب الأول. يعني اقعد ما بصليش الفرائض، ده ذنب ولا مش ذنب؟ ده اللي بيصلي بعد طلوع الشمس ذنب ولا ما بيصليش؟ طب انا ما صليتش 10 سنين، عفى الله عما سلف؟ ما فيش عفى الله عما سلف، يا ريت والله يا ريت، الفرائض لازم تؤدى ما دمت قد ولدت مسلما. مين اللي ما بنطالبوش بفرائض فاتت؟ غير المسلم اذا اسلم. فغير المسلم اذا اسلم يعتبر يوم اسلامه يوم مولده. يبقى أي واحد غير مسلم إذا أسلم فيوم إسلامه يوم مولده، يطالب بالفرائض من يوم أن أسلم، صلاة وزكاة وصياما وحجا. لكن المسلم الذي ولد مسلما يطالب بالفرائض من أول يوم بلوغه. فإذا بلغ وبلغ مبلغ الرجال وجب حسابه على الصلاة الفائتة، الصلاة اللي فاتته والصيام اللي فاته والزكاة اللي فاتته لو عليه الزكاة، هو والده والدته والحج إن كان قادرا. فعشان كده بنقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يعني تفتكر ربنا غفور رحيم وبس؟ طب أنا بقى مش هستغفر، ربنا رب قلوب، لا وربنا رب قلوب والنبي هيشفع علينا وربنا رحمته واسعة، الكلام ما ياخدش معانا. ده ربنا رحمته واسعة لمن أراد، لمن بدأ الطريق مع الله. برافو عليك، بدأ الطريق مع الله وبعدين مات قبل أن يكمل، ربنا يغفر، كانت نيته حلوة بدأ. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ودي حدوتة جديدة. الحدوتة بتحكي عن مجموعة من الملائكة دخلوا على إبراهيم. إبراهيم عليه السلام كان إذا دخل عليه ضيف قام وأسرع وأعد له الطعام. اللي بيحب سيدنا إبراهيم يعمل زي سيدنا إبراهيم، وسيدنا إبراهيم ده بالنسبة لنا مهم، احنا في كل صلاة في التشهد من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في كل صلاة، في كل صلاة بنصلي على إبراهيم. يبقى اللي بيحب إبراهيم يعمل زيه. كان إبراهيم يكرم الضيوف، فلما دخل عليه الضيوف قالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون. فجأة كده ناس لقوا عنده خاف، يعني مش ناس خبطت، مين؟ ضيوف تفضلوا. لا هو فجأة لقى عنده ضيوف. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم وجلون، احنا خايفين. قالوا لا توجل ما تخافش، إنا نبشرك بغلام علي. إبراهيم في هذه البشارة كان عنده 8 سنة، وهم قالوا له خلي بالك هتخلف. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ هتبشروني بإيه؟ ده أنا عندي 80 سنة. ده كانت أول بشارة، وأول بشارة دي كانت بإيه؟ بإسماعيل. في بشارة تانية بإسحاق، لأنه جاله بشارتين والملائكة جم ببشارتين. قال على أما الثانية الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ما تيأس من رحمة الله، القنوط راح يأس. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. حد ييأس من رحمة الله؟ حد ييأس؟ السن اتأخر، ما تيأس، الرزق جاي. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ايه جايين ليه؟ في حاجه غير البشاره؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. احنا مبعوثين لقوم مجرمين. قوم مين دول؟ قوم لوط. كانوا بيعملوا ايه قوم لوط دول؟ كانوا بيعملوا عمايل وحشه جدا، 10 اشياء كان يفعلها آل لوط. بيعملوا ايه؟ كانوا يلعبون بالحصى بالبلي، وكانوا يلعبون النرد اللي هو الزهرة ده بتاع الطاولة، وكانوا يلعبون بالحمام الطيارة، يطيروا الحمام يمين شمال يلعبوا بالحمام.
وكانوا قوم لوط 10 أفعال استحقوا بها النار، وكانوا يقطعون الطريق قطاع طرق، وكان الرجال يزنون بالرجال، رجال يتجوزوا رجال بيسموها آل لوط، رجل برجل دي زنا، وكان النساء يستغنون بالنساء ما دام الرجال مش فاضيه. طبعا مش بيعملوا كده على طول والا انقطع النسل، انما ده جنب ده. زي ايه؟ العرب كانوا يأيدون البنات، بعض العرب كان يقتل البنات وبعضهم لا يقتل، بدليل ان في بنات يتجوزوها، لكن لو كل العرب بيقتلوا البنات طب ما هنتجوز مين عشان نخلف؟ يبقى اذا بعض قوم لوط كانوا يستغنون بالرجال عن الرجال، والبعض الاخر كان عندهم ايه؟ نساء. فكانوا لوط عندهم حاجه اسمها مناطحة الديوك ومناقرة الكباش. مناطحة الديوك كانوا يجيبوا الديوك ويقعدوا ويخلوهم ينقروا بعض. أي جماعة اليومين دول في قرن 21، ها نقول عليها في سنة كام؟ 2016، لو لقيت ناس جايبين ديوك بيتناقروا دول من أفعال قوم لوط. أو مناطحة الكباش، يجيبوا كبش وكبش ويقعدوا يخبطوا بعض ده في ناس دلوقتي بيعملوا حاجة غريبة جدا شفتها، بيجيبوا كلاب يقعدوا يعضوا بعض لغاية الموت. يعني ده ما يرضيش ربنا خالص. الله تبارك وتعالى أرسل الإنسان خليفة لله في أرضه ليمنع التقاتل بين الحيوانات وليحفظ الحيوانات. فالله سبحانه وتعالى أرسل الإنسان خليفة لله في الأرض فيمنع الحيوان القوي من أن يهلك الضعيف، يمنع الشاة اللي لها قرون أنها تضرب في الشاءات التانية. ما ينفعش، الإنسان لازم حكم عدل. الإنسان حكم عدل بين المخلوقات، فكيف بالإنسان يسمح بتناقر الديوك وتناطح الكباش أو مصارعة الثيران؟ وتحكي لنا بعض الأساطير أن في مجموعة من الشباب جم على كلب وقعدوا يضربوا فيه موتوه. يعني ده لا يصح خالص. نهى رسول الله عن تعذيب الحيوان بأي طريقة من الطرق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. حتى في حق ربنا لما اجي تذبح لازم تسن السكينه كويس وتقول بسم الله الله اكبر، وما تعذبش الحيوان بسكينه تلمى وتقعد تعذب فيه، حرام عليك. يعني ان الله سبحانه وتعالى قد كتب الاحسان على كل شيء، حتى لو في قتل، واحد قتل فهتقتله، يعني النفس بالنفس، ما تعذبوش حضرتك، فما بالك بمن يعذبون الناس. يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب احدا ان يعذب احدا. ها؟ فمن عذب عذب، ومن اتهم ستهم، وضع سيفه في قتل. اللي يتبلى على الناس ربنا هيرزقه باللي يتبلى عليه، واللي لفى للناس ربنا هيرزقه باللي يلفى له تهمه. اذا مهم جدا ان قوم لوط دول كانوا بيعملوا حاجات كثيره جدا، منها مناطحه الكباش ومناقره الديوك ومصارعه الثيران، ومنها اللعب بالحصى والبلي، ومنها لعب النرد والطاولة، ومنها السحاق واللواط، والسحاق ده معناه زنا امرأة بامرأة، ومنها النظر في النجوم. ومن كانت 10 أفعال مودة وثابتة اسمها أفعال قوم لوط. من فعل واحدة منها استحق العذاب، من فعل واحدة منها استحق العذاب. فخلي بالك ما قال مرسلنا إلى قوم لوط إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. لوط وبناته، طب ومراته كانت فتانة بتفتي، يعني تروح تخبص تنقل الأخبار. فربنا قال إيه؟ إلا امرأته قال إنها لمن الغابرين هالكين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، زي ما سيدنا إبراهيم. ربنا بعث المرسلين لسيدنا إبراهيم الأربعة حسنين بالظبط. وعلى فكرة لوط ده ابن أخو سيدنا إبراهيم، وآمن له لوط وبعدين سابه وراح القرية دي طلعت إنها بتعمل الخبائث. طب عملوا إيه بقى؟ يعني اللي آمن مع سيدنا إبراهيم هو سيدنا لوط بس. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. لوط ده ربنا اصطفاه وعمله نبي، راح للجماعة دول لقاهم فسدة بيعملوا 10 أفعال. اسأل نفسك بقى ما هي الأفعال التي كان يفعلها قوم لوط؟ 10 أفعال استحقوا بها النار، إيه هي؟ إن شاء الله نذكر بها في قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.